مجموعه قلت لي بالنسبه للسياره معلومه بوزيتيف. المعلومه مؤكده العمليه بوزيتيف واصل. شكرا لك لجميع افراد المجموعه مشكورين. توجه مباشره للمقر. واصل. تمكنت فرقة البحث والتدخل بياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة في عمليتين منفصلتين من الإطاحة بشبكة تنشط في مجال الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية المهددة للصحة العمومية والمستوردة عن طريق التهريب، وكذا إحباط نقل وترويج كمية معتبرة من المشروبات الكحولية إلى إقليم الاختصاص. العملية الأولى جاءت بعد معلومات دقيقة تحصلت عليها الفرقة تفيد بوجود عصابة تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية، وبالتنسيق الجيد مع النيابة تمت مداهمة مسكن أحد أفراد العصابة. تم على إثره حجز كمية معتبرة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام تقدر ب 2100 كبسولة. وفي العملية الثانية تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل مدينة تبسة، حيث تم نصب كمين محكم من طرف قوات الشرطة بعد ورود معلومات أكيدة تفيد بعزم عناصر مجموعة إجرامية على نقل وترويج كميات معتبرة من المشروبات الكحولية. وتم توقيف مركبة محملة ب 1385 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام وتوقيف المتورط الرئيسي، في حين لا زال البحث جاريا عن بقية أفراد المجموعة الإجرامية.